تمتد جبال الهيمالايا من باكستان غرباً مروراً بالهند وحتى نيبال لتصل إلى أعلى قمة على وجه الأرض، قمة جبل إيفرست. بعدها تشق السلسلة طريقها عبر بوتان وتنتهي في الصين. هنا في مقاطعة يونان على ارتفاع 2500 متر فوق سطح البحر توجد غابة متجمدة. يختبئ فيها حيوان يحبس الأنفاس، ونادرا ما يشاهد. إنه قرد يونان أفطس الأنف. القرد الذي يقطن في أعلى قمة في العالم. لا تملك هذه القرود أنوفاً تتعرض للسعات البرد، وهي تحتاجه حقاً، حيث تنخفض درجات الحرارة إلى 28 درجة مئوية تحت الصفر. تتحمل هذه المشقة كي تتمكن من الوصول إلى طعامها. الحزاز النبات الوحيد الذي ينمو خلال الشتاء في هذا العالم المتجمد. كي لا تموت من التجمد تحتضن بعضها البعض لتوفير الدفء. لذلك فهي بحاجة إلى عائلة. هذا الذكر البالغ من العمر 3 أعوام يعيش وحيداً. ليست لديه عائلة. نبذ مؤخراً عندما أنجبت أمه مولوداً جديداً. عند هبوط الليل تنخفض درجات الحرارة كثيراً، وإذا لم يجد من يتدفأ معه فلن يصمد طويلاً. لديه خيار وحيد فقط، أن يقبل في عصابة من القرود المنفية. جميع هذه القرود تم طردها من أسرها بشكل مشابه. تتقاتل لتقرر رتبة كل منها. أنياب ضخمة، لكنها ليست للأكل، تستخدم كأسلحة. يحكم هذه المجموعة زعيم شرس. إذا تم رفضه ستكون فرص نجاته ضئيلة. المحاولة الأولى لقبوله ضمن المجموعة لم تسر بشكل جيد. بالنسبة للأعضاء الأقل رتبة يشكل هذا القرد تهديدا لمركزها في العصابة. لكن سرعان ما تم التصدي له. إنه يواجه 12 ساعة من البقاء وحيدا في بيئة متجمدة. إنها ليلة طويلة جداً وباردة. لكن الغيوم تظهر وتعزل الأرض لتمنع درجات الحرارة من الانخفاض كثيراً. تمنح هذه الغيوم القرد الشاب طوق النجاة على الأقل ليوم آخر.
إذا استطاع خدمة الذكر المسيطر فقد ينجح في تأمين مكان لنفسه في المجموعة.